الأحلام وبطل ميدان الأحلام وبطل ميدان قناة الجليل كولومبي المبين بطل العام الماضي بشوط الفئة الثانية نجم الريال صاحب البطولات الثلاثة. هذا الحصان الذي سطع نجمه في كل ميدان بريك بلانكي صاحب بطولة العام الماضي في ميدان قناة الجليل وفي ميدان المطار سيف الميدان صاحب بطولات عدة حققها على ميدان الأحلام وميدان المطار. تلتقي هذه النخبة من عمالقة الخيول العربية الأصيلة على ميدان الأحلام فيدين إلى الميدان بثامن أشواط هذا المهرجان بريك بلانكي ابن الفحل المفاز والأم مونكا المالك والمدرب يوسف زمير سيقوده الخيال ساهر. بريك بلانكي حقق الكثير الكثير من الإنجازات في العام الماضي على ميدان الأحلام وميدان قناة الجليل وميدان المطار صاحب بطولتين العام الماضي بطولة ميدان المطار وبطولة ميدان قناة الجليل. يعود هذا اليوم لينافس العمالقة الكبار فريق بلانكي بأولى اختباراته بين العمالقة الكبار. العام الماضي نافس الأمهار الصغار ولكن هذا العام ينطلق من جديد لمنافسة العمالقة الكبار بانتظار دخول بقية المشاركين. درويش المبين والأمير سيقود الفارس صقر الفرسان زنور غدير كلمة شكر وتقدير مقدمة للأخ حماد حجيرات متواجدين داخل الميدان درويش المبين. أما والآن أكرم عراوي أبو العدنان على وعجل ميدان الأحلام جائزة الكبار في المهرجان القادم. سنشاهد عجلين بشوط الفئة الأولى عجل لصاحب المرتبة الأولى وعجل لصاحب المرتبة الثانية وقطيع من الغرفان وجوائز عدة مقدمة ستقدم إن شاء الله في المهرجان القادم. هو درويش المبين ابن الفورميلا وان بريق المبين والأم نصرة بنت كلاسيك رشيد. درويش المبين كما قلت لكم هذا الطفل الصغير آخر إنجازاته حققها العام الماضي على ميدان الأحلام في بطولة ميدان الأحلام بشوط الفئة الأولى بشوط أمهار مواليد عام 2016 يعود اليوم من جديد لينافس العمالقة الكبار. بالتوفيق إن شاء الله حبيبنا أبو الأمير. يليه سيف التميز بانطلاقة صاروخية شاهدناه وعهدناه فيما مضى على ميدان الأحلام وميدان المطار وميدان قناة الجليل على ميدان الشهيد ياسر عرفات وعلى ميدان المذبح بالنجاح حبيبنا أبو خالد. ما زلت سهلا في ميدان الأحلام أحد إباريي ميدان المطار الأخ محمد همام أبو المروان بالسلامة إن شاء الله ونجاح لجميع عمالقة شوط مسك الختام. من هو البطل الذي سيلتهم الأجل المقدم من إدارة ميدان الأحلام؟ هل سيفعل درويش المبين ليثبت أنه أصغرهم سنا أكبرهم فعلا أم سيفعل مالك الرشيد ليلتهم عجل جديد كما التهمه العام الماضي في ميدان المطار أم سيفعلها الفيروس الجنجي الجنجي الذي حصد بطولة العام الماضي. لجمهورنا الكريم ولعشاق رياضة الفروسية على مدار العالم وعلى مدار الساعة لا يوجد نجاح بدون نظام. لذا نطلب من جمهورنا الكريم المتواجد داخل الميدان بإخلاء الميدان وبالتكيف بالنظام المحدد من قبل إدارة ميدان الأحلام لسلامة الجمهور أولا ولسلامة الفرسان ولسلامة هذه الجحافل هذه العمالقة هذه الأبطال أبطال الخيول العربية الأصيلة المسجلة. هو درويش المبين على خط نهاية خط الأبيض الذي تتنافس على صدرته عمالقة المدربين وعمالقة الفرسان على ميدان الأحلام درويش المبين داخل الميدان يليه شقيقه مايسترو الصغير محمد فتحي غدير ثالث الوافدين وثالث الداخلين إلى الميدان مالك الرشيد ابن المنار والأم بنت الخياط المالك العم أبو خالد حسوني من جمعية بيت المقدس في الفروسية تدريب اسطبلات العامر سيقود الفارس الواعد والمتألق حسن زيدان مروان وبالعم جمال غدير أبو محمد. حللتم أهلا ونزلتم سهلا لا يفهم لغة الكبار إلا الكبار لذا يتوج الأبطال الكبار الأخ جمال غدير أبو محمد والأخ محمد أمام أبو مروان والأخ أكرم عبودي أبو العدنان يتوجون عمالقة شوط مسك الختام أبطال ميدان الأحلام أبطال الفئة الأولى ميدان الأحلام من جديد.
كما قلت لكم إذا فيروس كورونا أرعب العالم بأكمله فلم يرعب فرسان فلسطين ولا يستطيع أن يمنع إقامة ميدان الأحلام ولا أي ميدان لفرسان هذا الوقت. الفارس المخضرم يوسف عبيد حبايبنا ملاك المدربين خيول شوف مسكي الختام رجاء خاص بالتواجد عند خط النهائي ليتم تصوير وتعريف على هذه العمالقة الكبار على هذه الأبطال على جحاف الميدان الأحلام درويش المبين يليه مالك الرشيد كولومبي المبين وسيف الميدان طريق بلانكي بانتظار دخول جنجي أسرع وقت ممكن عمالقة المدربين والملاك يوسف عبيد الفارس المخضرم يوسف عبيد على صهوة سيف الميدان سيف الميدان هذا الحصان سيف الإنجازات وسيف الانتصارات وملك الانطلاقات شاهدناه فيما مضى على ميدان الأحلام وفي كل ميدان وضع بصمة بمراتب أولى عدة وبطولات عدة ينطلق هذا العام من على ميدان الأحلام لمنافسة العمالقة الكبار نايف أبو ليلة أبو محمد تدريب اسطبلات المعتز سيقود مدرسة الفرسان سالم العقبي سيعتلي صهوة الجنجي الجنجي هذا الحصان آخر إنجازاته سجلها العام الماضي على ميدان الأحلام ليسجل بطولة ميدان الأحلام انطلق هذا العام من اسطبلات المعتز إلى ميدان المذبح ليسجل مرتبة أولى على حساب العمالقة الكبار ينطلق من جديد من اسطبلات المعتز إلى ميدان الأحلام لملاقاة العمالقة الكبار بشوط مسك الختام بشوط الدرجة الأولى على ميدان الأحلام الجنجي ابن ألوف والأم صانعة الأبطال المعروفة الفرس فانتوم هارلي المالك نايف أبو ليل تدريب اسطبلات المعتز بقيادة المدرب أحمد زعرور أبو ياسر سيقود مدرسة الفرسان سالم العقبي لإنجازاته التي حققها والأرقام القياسية التي حطمها في كل ميدان مظلوم بالسلامة إن شاء الله والنجاح لمظلوم حللتم أهلا ونزلتم سهلا حبايبنا فرسان النكب بقيادة الأخ جمال الطرابين أبو طلال برفقة بطل أبطال الميادين المعروف مظلوم ابن هلال الدين والأم بنت ويستون بانتظار دخول نجم الريال لنستكمل عدد المشاركين الثمانية داخل الميدان أما والآن حسن زيدان على صهوة مالك الرشيد ابن المنار والأم بنت الخياط المالك أبو خالد حسوني تدريب اسطبلات العامر بقيادة الفارس الواحد حسن زيدان على صهوة البطل المعروف مالك الرشيد ميدان الأحلام العام الماضي توج نائب بطل ميدان الأحلام العام الماضي أما والآن شاهدوا داخل الميدان أبناء الفورميلا 1 كولومبي المبين ودرويش المبين على خط النهاية تتجه هذه الأبطال إلى جهاز الانطلاق محمد غدير على صهوة كولومبي المبين وزنور غدير على صهوة درويش المبين أبناء الفورميلا 1 بريق المبين درويش المبين وكولومبي المبين بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله أبطال شوط مسك الختام تبدو بجاهزية رائعة وملاك ومدربين شوط مسك الختام كالعادة وبلقاء الأحبة وبلقاء الإخوان على ميدان الأحلام بالسلامة والنجاح إن شاء الله لجميع الفرسان عمالقة شوط مسك الختام صورة بعدسة الأخ مجد غريفات وبعدسة فرسان المقيبلي على خط النهاية ملاك ومدربين عمالقة شوط مسك الختام الأخ حماد حجرات أبو الأمير والأخ نايف أبو ليل أبو محمد والأخ علاء غريفات أبو حسين بالسلامة إن شاء الله ونبليو فيكتوريا هو نجم الريال هذا النجم الذي سطع نجمه في كل ميدان في كل ميدان وضع بصمة هذا الحصان منذ نعومة أظافره انطلق من الإسطبل المدريدي ولكن كان أما والآن الند العنيد أياس أبو جبل على صهوة مظلوم ابن هلال الدين والأم بنت ويستون المالك والمدرب مظلوم المالك والمدرب جمال الطرابين أبو طلال المنطلق من النكب حللتم أهلا ونزلتم سهلا فرسان النكب حبايبنا في ميدان الأحلام صور حبيبنا أبو الوديع معتز غرابة يشيع الجنجي ونايف أبو ليل يشيع نجم الريال بروح رياضية أخوية
وبلفتة طيبة مباركة من ملاك ومدربين خيول شوك مسك الختام. أما والآن ساهر سواعد على صهوة فريق بلانكي ابن الفحل المفاز المالك والمدرب يوسف زمير على صهوته الفارس ساهر سواعد. أسرع شوي حبايبنا بزيرو. من هو الذي سيلتهم هذا العجل بشوف مسلا في المهرجان الماضي؟ ولأول مرة ستقال من هم الذي سيلتهمون العجول بشوط واحد. يقدم عجل لصاحب المرتبة الأولى وعجل لصاحب المرتبة الثانية على ميدان الأحلام في المهرجان القادم إن شاء الله بعد 3 أسابيع. وقطيع أصحاب المراتب الثلاث الأولى وجوائز عدة مقدمة إن شاء الله مرة أخرى. بالسلامة والنجاح لجميع المشاركين. الأخ خالد زعرورة حبيبنا توتي على دعمه لميدان الأحلام والعمل على إقامة ميدان الأحلام. بارك الله فيك حبيبنا خالد. لحظات ليعتلي زيو صهوة نجم الريال والمدرسة. إذن تتجه عمالقة شوط مسك الختام شيئا فشيئا إلى جهاز الانطلاق. حبايبنا المنظمين، حبايبنا جمهورنا الكريم، رجاء خاص مرة أخرى بالحفاظ على نظام الميدان. أما والآن بزيه على صهوة نجم الريال ابن الفحل شيخ البدو والأم سيكرت. بالتوفيق حبيبنا ابو محمد معتز غرابة المالك والمدرب معتز غرابة ابو محمد. مدرسة الفرسان سالم العقبي على صهوة الفيروس الجنجي ابن الوف والام فانتوم هارلي. المالك تدريب اسطبلات المعتز على صهوته المدرسة سالم العقبي. خلاص يا ابو يزيد، ها تذكر هذيك الايام على المصيره محمد براس. حبايبنا جمهورنا الكريم مره اخرى طلب خاص من ملاك خيول هذا الشوط. حبايبنا اللي عند خط النهايه تراجعوا ورا شوي لو سمحتوا. يلا حبايبنا اعاقه على كل حصان او على كل فارس او على كل مدرب أو على كل فارس. حبايبنا اللي داخل الميدان رجاء خاص من ملاك خيول هذا الشوط ومن إدارة الميدان. يلا حبايبنا تراجعوا على ورا شوي لو سمحتوا. لحظات ويصل الجنجي إلى نقطة الانطلاق. هذه الأسود تظهر بجانب ميدان الأحلام. زئير هذه الأسود يصل إلى برج التصوير. بالفعل عمالقة شوط مسك الختام من جديد داخل بوابات ميدان الأحلام. أسود ميدان الأحلام بالفعل انطلقت خيول شوط مسك الختام على بركة الله تعالى بانطلاقة موفقة لسيف الميدان ودرويش المبين نجم الريال والجنجي ومظلوم بكومة واحدة بصراع خماسي من البداية إلى أن درويش المبين وكولومبي المبين أبناء الفورميلا وان درويش أبناء الفورميلا وان فريق المبين بصراع على صدارة ميدان الأحلام بصراع على صدارة الكبار بشوط من نار بشوط مثير بصراع كبير. درويش المبين وكولومبي المبين ما بين المنعطفين. نجم الريال يتقدم للمرتبة الثالثة قرابة المنعطف الثاني والأخير. مالك الرشيد يحاول مع حسن زيدان. الصراع بات ما بين درويش المبين وشقيقه كولومبي المبين ما بعد المنعطف الأخير. الجنجي كعادته يندف في الفراق الأخير برفقة المدرسة سالم العقبي. شوف هذا الصراع المثير، شوف هذا الصراع الكبير. جنجي ودرويش المبين وكولومبي المبين. جنجي ودرويش المبين وكولومبي المبين. جنجي ودرويش المبين. جنجي ودرويش المبين وكولومبي. نجم الريال وجنجي ودرويش المبين. كولومبي ودرويش المبين. كولومبي.
تحت الختام بشوط مثير بثراء كبير منذ الرمق الاول حتى الرمق الاخير. كولومبي المبين وذرويش المبين يعيدون امجاد الفورميلا 1 بريق المبين. مبروك يا امير الرفات، مبروك، الف مبروك على الرفات، مبروك لفرسان الرفات اجمعين. انجاز يسجل للاسطبل الازرق على ميدان الاحلام، ويلتهمون العجل والخروف على ميدان الاحلام بمسك ختان هذا اليوم. مبروك، الف الف مبروك، مبروك لكلوم المبين ودرويش المبين والجنجي، ابطال على اعلى المستويات. ترفع لهم القبعات لهؤلاء العمالقه الكبار، لهؤلاء الفرسان المخضرمين. قلت لكم هذا الميدان يحتاج لفارس يقسم طاقات هذه الابطال، الى انه المايسترو الصغير محمد غدير على صهوه كولومبي المبين يقسم طاقته منذ الرمق الاول حتى الرمق الاخير ليقتنص صداره شوط مسك الختام في الرمق الرفات. مبارك، الف ما الف الف مبروك لذئب الخرفان على اغرفات الوسين على هذا الانجاز الكبير على ميدان الاحلام لفاتحة هذا الدوري وفاتحة هذا العام. شاهد الدخول كان ثلاثي عند خط النهائي بروح رياضية اخوية مباركة من ملاك ومدربين هذا الشوط. حماد حجيرات ابو الامير وعمر غرفات وعلاء غرفات، كولومبي المبين ودرويش المبين. هذه الابطال تريد امجاد الفورميلا 1 بريق المبين على ميدان الاحلام. انجاز تلو الاخر للاسطبل الازرق يسجل هذا اليوم على ميدان الاحلام. مبروك، الف 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 مبروك لعلاء غرفات وحماد حجيرات. قلت لكم لا يفهم لغه الكبار الا الكبار. الاخ جمال غنيم ابو محمد يتوج بطل ابطال شوط مسك الختام كولومبي المبين ابن بريك المبين. مبروك، الف مبروك يا امير الرفات، مبروك، الف مبروك لحماد حجيرات ولدرويش المبين. مبروك، الف 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 مبروك لاصحاب المراتب الثلاث الاولى بشوط مسك الختام. مبروك لفرسان عشيره الرفات اجمعين. مبروك، الف الف مبروك. الاخ محمد همام ابو غروان يتوج بطل ميدان الاحلام العام الماضي وبطل هذا اليوم والبطل الذي لا يكل قوه ولا اهميه درويش المبين ابن الفورميلا 1 بريق المبين. مبروك حماد حجيرات ابو الامير، مبروك حبايبنا فرسان الحجيرات، مبروك، الف 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 مبروك لدرويش المبين والكولومبي. مبروك لهذه الروح الرياضيه، مبروك، الف الف مبروك. إذا صاحب المرتبة الثالثة بطل العام الماضي وصاحب بصمة في كل ميدان والفيروس الجنجي بن علو فضل فانتوم هارلي. مبروك حبيبنا عمر، مبروك على الرفات وأمير الرفات، مبروك حبايبنا فرسان الرفات. إذا صاحب المرتبة الثالثة كانت من نصيب الفيروس الجنجي ابن الو فالون فانتوم هارلي. مبروك حبيبنا نايف ابو ليل، مبروك، الف مبروك. مبروك حبيبنا ابو محمد، مبروك اسطبلات المعتز. مرتبة ثالثة لا بأس بها بين الكبار بين عمالقة ميدان الأحلام. كولومبي المبين اختطف العجل هذا اليوم، من هم العمالقة الذي سيختطفون العجل في المهرجان القادم؟ ولكن الاسطوف، ولكن من كان على صهوة خيول الاسطبل الازرق؟ المايسترو الصغير محمد فتحي غدير، مبروك حبيبنا ابو فتحي، مبروك بالاسطبل الازرق، مبروك، الف الف مبروك لاصحاب المراتب الثلاث الاولى على ميدان الاحلام. مبروك لكل من حضر الى ميدان الاحلام. لقاؤنا في المهرجان القادم بعد ثلاثة اسابيع على ميدان الأحلام.